وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين بالألماني قل الآن في الصلاة هذا جل بسم الله أخرج يا جل بسم الله الرحمن الرحيم هذا جن الآن يطيب إن شاء الله قولوا لأخويا بس خشب خليه هنا تمام حسنا أخرج أيها الجن أخرج أيها الجن هذا الماي بيها الرقية الشرعية بس الآن الآن أختي يطيب ويشفي إن شاء الله تعالى زوجتك قول لها زوجتك أختك بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين دكتور ناصر هذا في الطب ما يخرج الجن الجن مثل الريح والسحر مثل الريح والعين مثل الريح بل في العصات في ألمانيا في كل عالم ما يعرف الآن يعالجه بدون مقابل في سبيل الله die Ärzte können solche Patienten nicht heilen, nicht behandeln. Außer Dr. Ali und Prophetenmedizin. Die hat Djinn in sich, die hat Geist. Inshallah. Der Grund dafür ist die Angst und Stress, viel Stress, dann kommt Djinn. الآن رقيت عليه القرآن الآن أختي يطيب بإذن الله تعالى يطيب 100% بإذن الله لأن الجن مثل الهواء بالجسم أحد ما يعرف أو فصل دكتور علي هات أو فصل القرآن فوق جليزن وانت هات دي ممكن إن شاء الله تقول بس بسم الله الرحمن الرحيم إذن نسوي هكذا أختي إذن نسوي هكذا إذن نسوي هكذا خلي ماسك على وجهك ما يعرفك أحد إذن نسوي هذا يرفعها بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر باقي شوية باقي شوية ألف لام ميم القرآن روح ليس كتاب عادي القرآن إحنا ما نستطيع كأطباء طب النبوي ما نستطيع نعرف المريض بها مرض إلا بالقرآن كان القرآن كشمو آني هو رب العالمين القرآن هو الروح مثل إنسان الروح يعمل القرآن ist Geist nur durch Koran diese Patienten werden geheilt. الآن يطيب بإذن الله لأن يخدم كل العالم نفتح مستشفيات طب الأنبياء لأن هذا الطب ليس موجود في العالم الناس يحتاج لهذا الطب هل هذا الطب في العالم نقصان ألمانيا أوروبا كلهم متشرفين طيب عندهم طب قوي ولكن في الطب الأنبياء ليس عندهم أي طب الناس الذي يقتلون أنفسهم كلها سبب الجن والسحر والعين أمراض روحية خبيثة. Prophet der Medizin gibt es zu wenig gibt es selten auf der Welt Prophet der Medizin wie Dr. Ali. Viele Patienten, die möchten sich umbringen, die möchten, die haben Probleme, alles wegen Geist, alles Probleme auf der Welt ist wegen Djinn und Geist. رجعنا لحكم الألمانية ساعدوني حتى أخدم الألمانية المسلم مسيح يهودي أنا أحبكم جميعا والله جاء أخدمكم ما أريد فلوس ما أريد نساء ما أريد أي سلطة بس أريد أخدم الإنسانية الأبيض والأسود والأحمر أخدمكم لأن هذا في الطب ما يعمل ألمانيا على قلوبنا أوروبا كل العالم أنا أحبهم دكتور علي هاد ريسبكت في دويتشلاند und der hat ein Bitte um Hilfe der bittet deutsche Regierung um Hilfe الآن طلع على هذا الجن هذا إمرأة طيب مو كل شيء دواء مو كل شيء دواء القرآن يعالج كل مريض بإذن الله مو كل شيء دواء ولكن قسم منهم يراد له دواء قسم منهم يراد له فوري طيب مش على كرانك بس دواء دواء ما يفيد بس هو بنفسه ينامون مش على كرانك Krankheiten brauchen Medizin und Tabletten solche Patienten Koran durch Koran werden besser أنا جيت لألمانيا المستشفيات وفي أوروبا كلها فول الناس بس يشربون الحبوب النفسي ومو علاج لازم تطلع على هذا الجن شوف لازم طلع هذا الجن اذا ما طلع حبوب ما يفيد بس ينام مثل اصحاب الكهف دي ارتس ليسن مش زولشي باتسينتن سوا هايدا دي ارتس نو دي جاب الميديكامنت ميديسين نو دي شلافن نو دي سنت دي باتسينتن ان كانس اوف ذير ويلت دي سنت نو ام شلافن دي هاب نو جن اند جايست ان سيش اما دي ارتس ليسن مش هذا الجن يتكلم نعم دي الجن هاب نو بسم الله الرحمن الرحيم تعال دكتور علي ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شوف
ولا يزيد الظالمين الا خسارا ولا يزيد الظالمين الا خسارا استاذ سوي هكذا احنا نتم ان شاء الله تعالى شوف بسم الله الرحمن الرحيم اخرج ايها الجن ساعدوني اخواني هذا بسبب الجن يترك يسيطر على الدماغ شوي رتبوه شجعوا هذا الان نتم ان شاء الله تعالى شوف الجن سوى بالبشر ان شاء الله جلاش في الكذيب بس ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره هذا يسمونه طب الانبياء الان هذا الاخ اللي يطيب باذن الله تعالى الان بعد خمس دقائق شوي نروح على ظهرها كذا يطيب ان شاء الله تعالى بس بروفيت الميديسين دي باتسين دي هابن جايز اون جن ان زيش Nur durch Koran und Prophetenmedizin, Jesus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, geht raus, Jinn. Nur durch Prophetenmedizin. الآن إن شاء الله خلال خمس دقائق نفرحكم يطيب بدون أي مقابل. إن شاء الله in fünf Minuten wird sie besser und die wird geheilt إن شاء الله. الآن معكم إن شاء الله خلاص. القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. السلام عليكم. أنت الجن إنسان. من اسمك؟ أيان تفضل تعرفني؟ أيان تعرفني؟ يا شيخ حبيبي الله أكبر يقول الحمد لله سوي بالإنجليزي الله أكبر سوي سوي إيدين السريع كذا أختي سوي بالألماني إذا جن باقي تحرك وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو الله أكبر الله أكبر دعاء الخير الله أكبر أختي ارفع راسك السلام عليكم أنت جن إنسان إنسان يقول الله إنسان كان جن الآن يقول إنسان أنت فرحانة؟ لا كان جسمك ثقيل؟ كان جسمك ثقيل؟ الان الان انا خفيف؟ يا الله اكبر اذا تتكلم بالالماني هذا كلام طب الحمد لله جسمي كان ثقيل طلع شيء داخلي جسمي الحمد لله بس بس ان شاء الله اختي تعالي يمي جلس بارك الله تعالي يمي دقيقتين نتكلم بارك الله تعالي معي اختي الله اكبر اختي اختي تفضلي اختي مره ثانيه في عصا سنلقي قران اذا يتحرك باقي جن اذا ما يتحرك الحمد لله احد ما عرف سوي هكذا ايدك هكذا واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني الله اكبر مبروك مبروك جزاك الله خير اختي ايان عفوا جزاك الله خير اختي ايان السلام عليكم انت في اي دوله تعيش؟ بالمانيا كم سنه انت مريضه؟ والله 7 سنوات كم سنه؟ سبع سنوات اولا الان اختي ايان شو تحس باسمك؟ والله ما كنا تعبان اول تعبان ما تطلع على ظهري الله بطني مرنه ترفع مرنه تصير كبير الحمد لله الان فرحان يلا قل معي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله تعال معي شويه مكتب وحد ما يعرفك تعال شوف اسمك جاي تعال معكم ها الله كويس الله اكبر الله على عيون ثانيه سيراك الاستاذ غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته